أهلا بكم. بفضل الموبيكاش يمكن للمواطنين أن يرسلوا ويستقبلوا النقود عبر الهاتف النقال في أي مكان وبسرعة. صاحبي أختي أنا ساكنة في العيون، دابا بغات الفلوس، وصلت لها 50 درهم كلها، والله العظيم وصلتها في بلاصة. البارح تحت مبان ما كان عندي حتى ريال، صيفط لي صاحبي 300 درهم في ميساج، كوما موبيكاش كون بقيت بلاش. صدق من قال موبيكاش وغالي ما بغاش. مع موبيكاش أدوا حولوا واسحبوا أموالكم بكل أمان. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم.